خلال الأيام الفائتة بدأت تظهر من دمشق صور لتجمع مئات السوريين في منطقة جسر الرئيس. كانوا بيستنوا وصول الباصات اللي بتحمل دويهم اللي سجنهم أو اعتقلهم نظام بشار المجرم. كانوا مستنيينهم تحت مسمى العفو العام لمؤاخذة. لا أحد يستطيع أن يشعر مشاعر آلاف بل عشرات الآلاف من الأسر السورية المظلومة واللي بتتطلع لمجرد بصيص نور، بصيص نفس، عشان يعرفوا حاجة عن أهاليهم اللي في سجون المجرم بقالهم فوق 10 سنين ما يعرفوش حاجة عنه من 2011 و2012، والناس ما تعرفش ولادها ولا أبهاتها ولا أمهاتها اللي موجودين في سجون المجرم عايشين ولا ماتوا من التعذيب ولا اتقتلوا في مجازر زي مجزرة حي التضامن. والفيديوهات اللي بتظهر دلوقتي لأن بقى مصلحة الغرب إنه يشيطن الأداء الروسي مش السوري، محدش عارف دول اتقتلوا ولا لسه عايشين ولا إيه وضعهم. الالاف جم على جسر الرئيس لمؤاخذة على امل ولو 1% 1 في الألف ان يشوف اخوه او ابوه او اخته اللي ما يعرفش حاجة عنهم. المشهد كان بهذا الشكل في ساحات دمشق. شو حبيبي؟ انا ضايفه. بالله عليك تلك المشاهد مش تقطع القلب. كل هؤلاء الالاف ما يعرفوش اي معلومة. متخيل كمية الاجرام اللي اتعملت في سوريا عشان يدوا بيها الدرس للمنطقة. دلوقتي هذا النظام بناء على الخريطة الاسرائيلية زي ما حكيت لك في مصر، ايضا في سوريا مصلحة إسرائيل الكاملة في بقاء المجرم بشار والمجرم السيسي. فطبقا للخطة الإسرائيلية اللي مرسومة إنه يحاولوا يمتصوا الغضب العالمي والشعبي، ها؟ بعد ظهور العديد من التسريبات للجرائم اللي تورط فيها عصابة بشار وبقيادته هو شخصيا. فبقى في كلام عن إفراجات وعفو ومبادرات سياسية زيه زي نظام المجرم السيسي في مصر بالظبط. في اي انظمه قمعيه لما الارض بتميد بيها تحاول تعمل بقى لقطات زي اللقطات دي، تحاول تبحث عن مخرج. المشهد دلوقتي في سوريا بيدور على ايه؟ العفو. قال المجرم هو اللي هيصدر العفو. الاسد لا مؤاخذه يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم الارهابيه. خد فشار. افراجات ولقطات عشوائيه للاعتقالات اصلا من الاساس كانت عشوائيه ومحدش يعرف مين اللي خرج ومين اللي جوه ومين اللي مات من كتر التعذيب ومين اللي اتصفى ومحدش عارف حاجه. مين الاسامي اللي طلعها؟ حتى النظام نفسه ما يعرفش مين خرج ولا مين دخل ولا عنده قوائم ولا اي حاجه. هي لقطه الدنيا بتميد دلوقتي تحت رجليه قلقان جدا نتيجه الوضع العالمي، والدنيا بعد ما كانت سوريا منسيه افتكروها لاجل خاطر اوكرانيا. ربك اللي بيسبب الاسباب. محدش بقى عارف مين موجود ولا مين بره للاسف الشديد. وقت من اربع هني اربع اشخاص، اثنين بال 2011 واثنين بال 2016 راحوا ما عاد انفقدوا ما عاد بين. صلنا من امبارح على هالعالم مثل العالم مثل العالم. عالم نايم هون شايف شوفت عينك العالم كلياتها، العالم ناطره وعاشي على امل. رجعت امل يعني انه ترجع العالم ترجع اولادها يعني مثلنا مثل كل هالخلق. ربنا يصبرهم. والله مشهد مخزي جدا في سوريا. ليه النظام بيشعر بقلق؟ ليه حركات اصل افراجات وعفو عام؟ الله العظيم كلمه العفو العام دي عايزه لها واحده يعني. المهم ليه هم بيشعروا بكده دلوقتي؟ نتيجه الضغط الكبير على بوتين واستمرار الحرب في اوكرانيا والخوف
منه بعض الاخبار اللي بتتداول عن سحب بعض الجنود، ان 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 روسيا تخرج اعداد كبيره من الجيش الروسي من سوريا. فاسرائيل بقول لك تشعر بهلع شديد، تشعر بالرعب، مهم جدا بقائها في بقاء الحارس بشار والحارس السيسي، اهم حتتين. اي خرم في الخرمين دول، اي خرم في الخرمين دول، الدنيا ممكن تتلخبط خالص. دي الحزبة الاسرائيلية، فعشان كده بيحاولوا يعملوا لقطات للمجرم بشار اللي ايديه لحد الكتف غرقانة في دم الشعب الروسي السوري. عشرات المعتقلين بيفرج عنهم من ضمن عشرات الالاف، ومن ضمن 100,000 مفقود موثقين بالاسم في سوريا. 100,000 اسرة في سوريا ما تعرفش فين ولادها، 100,000 عيلة، 100,000 عيلة ما تعرفش ولادها فين. فراح منهم الاف يقفوا بالليالي على جسر الرئيس عشان يشموا خبر، يعرفوا اي معلومة عن ذويهم. بقى يشوفوا اي حد يقول شفت يا ابن اخويا، شفت اختي، شفت ابويا، شفت امي، شفت اي حاجة، عايش ولا ميت. مشهد قمة في القهر، عنوان من عناوين القهر. بص كده، شوف كده، شفتهم قبل كده، تعرف حاجة عنهم. المعتقلين لما بدأوا يخرجوا وبدأوا يحكوا القصص عن المآسي اللي عاشوها والناس اللي ماتت قدام عينيهم، والكل كان عنوان الرئيس لقصته ازاي نجا من الموت. مشيت بالشارع بس يعني مثل ما كنت مصدق، الواحد يعني طلعت على جو فكرت حالي مستحيل. قالوا لي ما صدقت حالي انه انا طالع خلاء سبيل، والله فكرت مزح او بدي ياخذوني على مكان ثاني. بعدين الحمد لله قال لك هذا الطريق وروح. يقول لك من هاي ان المحكمه خلصنا منها مثلا. بيجيك المراجعه الفرع على نفس الدعوه. على رحت على الفرع الفلاني ورحت على الفرع بده اياك الفرع الفلاني. على نفس الدعوه. لك اذا انا مثلا هيك حكمه حكمتوني وجرمتوني واعطيتوني اعلى حكم، واخر شيء تروح على الفرع قال لك والله لا ليش مكيف لانك والله مفكر حالك تطلع، نحن فينا نرجعك. يعني ما يعني بتطلع انه هسه فوق الحكم بيجي بيقولوا لك والله يعني مكيف على حالك. لك اذا انا انحكمت بالدعوه مثلا وحاطين لي راس الحكم مجرميني، اخر شيء بترجع بدك تخلص محاكم قالوا لك عندك جولي. اصعب موقف انك شخص بيعز عليك تلاقيه مو موجود، هذا اصعب شيء. يعني انا والد ما بعرف انه كان متوفي، تفاجأت من 4 سنين أو 5 سنين. يعني كنت حاطط يعني امل اني اشوفه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نظام المجرم بتاع ابن الكلب رئيسا بالاجماع بدا يروج منذ اللحظات الاولى على الافراجات هو وكلابه اللي بتهوهو، ان دي مكرمه من الاسد للارهابيين التي لم تلطخ ايديهم بالدماء. تشوف جوه المعتقلين والاسر اللي راحت تتعرف على اهاليها، تعرف مين الارهاب الحقيقي، مين الارهاب اللي قتل الشعب المعزول الحقيقه، مين الارهاب اللي قتل هذا الشعب الاعزل، ها اللي قتل وهجر ودفن في حفر وحرقوا الجثث. ناس تقول لي ما ليه ما بتجيبش فيديوهات وتتكلم عن مجزره التضامن واللي غيرها. الفيديوهات دي حقيقه بتطارد في الفيسبوك واليوتيوب بشكل رهيب جدا. تعرف لما تبص لصور الناس تشوف تلك الجرائم، تعرف مين الارهابيين اللي لازم تتم محاكمتهم، مش الشعب الغلبان اللي خرج يتظاهر عشان عايز حريته. عملتوا فيه كل ده، ها اكتر من 10 سنين ظلم، واللي خرجتوه حي من واحد من الالف بقى مكرمة من الرخيص. على المكرمة الكبيرة اللي سيد الرئيس خصته فيها وخص ابناء كل السوريين اللي ضلوا الطريق وخرجوا عن الاجماع السوري وخرجوا عن محبة اهلهم. لازم ما يخرجوا عن محبة اهلهم، ويجب ان يكونوا دائما في خندق المقاومة المدافع عن سوريا لا في الخندق الاخر. لكن ضلوا الطريق وهناك من غرر بهم. اليوم عادوا الى الوطن، عادهم السيد الرئيس مرة اخرى، وهذه تعتبر فرصة ايضا كي لا نعود مرة اخرى. قال لك خرجوا من الاجماع. اجماع يا روح امك، اجماع اللي انت بتاع، انتوا الاجماع
ننتشر ذمة قليلة نكسة نتنة في وجه سوريا. الإجماع طبعا احنا في قمة السعادة لخروج أي معتقل في سوريا ومصر وأي مظلوم في العالم، وده كلامنا، وبندعي ربنا أن ربنا يلم الشمل لكل الأسر المظلومة وتفرح بخروج أبنائها المعتقلين والمظلومين. ليزعلك اللقطات اللي بيعملها النظام المجرم والمشهد اللي اتقلب تماما، والظالم اللي قتل وسجن وعذب وحرق بقى صاحب مكرمة؟ ها؟ ايه ده؟ بيهتفوا لبشار اللي اتحرم مئات الالاف من السوريين من حريتهم ومات ملايين، ومشهد اذلالي ومخزي للاسف الشديد في سوريا الان. بالدم نفديك يا بشار، بنروح بالدم نفديك يا بشار، بنروح بالدم نفديك يا عارف سيد المجرمين اللي زي بشار دول دايما بيبقى عالضيق كده، خطوبه عالضيق، فعاملينها في اوضه مغلقه. بالله عليك يعني مش غريب انه العفو في مصر وسوريا في نفس التوقيت؟ عشان تعرف ان دول كلاب بيترسم لهم الخريطه من بره، اعمل اللقطه دي واعمل اللقطه دي. ما في كلاب قاعدين على كراسي بس، مفيش اي حاجه. الأيام الأولى بتاعت العفو لا مؤاخذة لا أسماء ولا أعداد ولا قوائم، لكن بدأت تظهر قوائم وأعداد. الناس متوقعة الإفراج يكون عن 100، في الكلام عن سوريا 130 ألف معتقل أسماءهم موثقة عند كل المنظمات الحقوقية محلية ودولية. 130 ألف معتقل اللي خرج الفترة الأخيرة ما يتعدوش مئات، مش ألاف، مئات. تبقاش عارف بقى مين اتصفى ومين جوه وكم مجزرة. ما بقولك بدأ بقى تطلع المجازر الرأي العام الدولي دلوقتي تدور على سوريا، مش لاجل خطر عيون السوريين، لا والله، لاجل الحرب اللي على بوتين. فبدأت تظهر الصور بتاعت او الفيديوهات بتاعت مجازر التضامن وغيرها. مش قادر اجيب لك والله، مع الواحد ما عارف يكمل الفيديو. تبقاش عارف كم مجزرة زي دي نفذها هذا النظام المجرم، وآلاف اتقتلوا بهذا الشكل. لسه فيديوهات تانية ألعن ناس قاعدة تقتل وتعمل في جثة ميتة، حسبي الله ونعم الوكيل. في الآخر يقولك مكرمة، السيسي بيعفو وبشار بيعفو. فحاجة زبالة، حاجة زبالة. عارفين نظام الاسد ده قتل كام واحد؟ اقسم بالله هو نفسه ما يعرف. تعال افكرك بعض الارقام اللي سجلتها منظمة العفو الدولية، اللي كانت تقرير طلعته عن سجن واحد بس في دمشق. سجن واحد في دمشق، وريني. اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير النظام السوري بتنفيذ اعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 الف معتقل، غالبيتهم المدنيين المعارضين، في سجن صدنايا قرب دمشق. سجن واحد شنق فيه 13 ألف معتقل. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها مسلخ بشري. عارفين انت المسلخ كده يقولك سلخانة بس للبشر والعياذ بالله. شنق جماعي وإبادة في سجن صدنايا. سجن واحد من بين 2011 و2015 شنقوا كل اسبوع، احيانا مرتين اسبوعيا، ياخدوا 50 واحد خارج الزنزانات ويشنوه. 13 ألف في سجن واحد، 13 ألف في سجن واحد. دلوقتي قاعد يطلع لك 50 واحد كل اسبوع، حسبي الله ونعم الوكيل. اقذر اجرام واكبر جرائم عملها نظام الاسد ده في هذا الشعب، ربنا يكون في عونه. المطلع 50 واحد وسط عشرات الالاف. درعا اعلنت الاداره المحليه فيها الافراج عن 27 واحد قبلهم 47، من ضمن عشرات الالاف اللي متوثق اعتقالهم. كل اللي طلعوا ما يعدوش 70 واحد.
سجن درعا اللي كان فيه اغتصاب وتعذيب حتى الموت يخرج لك عشرات ويقول لك مكرمة السيد الرئيس. تعال افكرك بشهادة واحدة من المسجونات في سجن درعا وهي بتحكي عن المأساة اللي كانوا بيعيشوها جوه السجن. في بنات قبلينا كانن واحدة جرب ماكلها قد ما هم مغتصبين ونايمينها عند هذا الغرفة قيت الجرادين والوصل. يا ما شلون جسمها طالع ريحته بس لأنها مودي طابخة غدا ومودي ثلاث ثوار. هذه الجرائم في حق هذا الشعب لن تغتفر. ستظل تلك الجرائم تطاردكم طول حياتكم. ضم الظلم والقمع اللي تعرض ليه ملايين من الشعب السوري اللي اتقتل واتسجن واتهجر واغتصب. هذا الشعب لن يغفر لكم. عند الله تجتمع الخصوم. والكل عارف ان النهاية اصبحت قريبة جدا. لكن محدش قدامه غير انه يهرب للامام ويجي اعلام النظام المجرم يتحدث بهذا الشكل. وطبعا الدولة السورية ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية أرادت بهذا المرسوم أن ننتشل أولئك الأشخاص السوريين الذين ربما انساقوا بشكل أو بآخر إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، أن ننتشلهم من مسارات الهدم والتخريب إلى مسارات العلم والعمل والبناء وصولا إلى إعادة إعمار هذا البلد الحبيب والبناء الصادق والمخلص للسعادة السورية التي كلنا نريد. كانت جابت دكر بط مكانك. والله العظيم كانت جابت دكر بط. فيش دول بتبنى بالقهر والجرائم. فيش دول بتبنى بالديكتاتورية. الخراب هو العنوان. ومن كان أساس المشكلة لن يكون طرفا في الحل. هلهوي الانتشال السوريين من الخراب. طب مين ينتشل جثث آلاف السوريين اللي قتلهم النظام المجرم على مدار السنين اللي فاتت؟ قال الانتشال. مين اللي هيحاسب القاتل؟ مين اللي هيحاسب القاتل؟ لو بصيت لها من ناحية قانونية، بص القانون رقم 7 العفو اللي أصدره بشار الأسد جاء محصورا بقانون واحد وهو قانون الإرهاب ونصوص محددة. خرج عن مفهوم العفو العام الذي يفترض أن يشمل الجرائم السياسية وجرائم أمن الدولة والجرائم العادية التي تمت ملاحقة كثير من الأحرار بموجبها واعتقال الكثير ومحاكمتهم بها. وأشار حشان إلى أن عدد المختفين قسريا ومجهول المصير 84,371 لم يخضعوا لمحاكم الإرهاب وغيرها من المحاكم، في حين أن عدد المعتقلين تعسفيا الذين لم يحالوا إلى القضاء حتى الآن ومصيرهم معلوم 27,593. إيه ده؟ إيه ده؟ شايف الأرقام؟ شايف الأرقام؟ شايف الأعداد اللي متحولتش المحكمة أصلاً؟ دي حاجة كده زي الحبس الاحتياطي عندنا في مصر. ويقول لك المكرمة. المكرمة وانتشالهم. ربنا ينتشلكم يا بعيد. ربنا ينتشلكم. ما زال المشهد في سوريا على حطة إيدك. وما زال الناس تحلم وعندها الأمل ان يقابلوا عيالها في يوم من الايام. لكن باذن الله قربت. باذن الله قربت. الله غالب.